2.0 لتر يعني 2 لتر هذه جي تي، باش نعطيك بسط على الحساسات، نعطيك الحساسات نتاعها ومكونات المحرك اللي موجوده فيها. نبدا من هنا على هذا الكوليكتور، هو تحت منه الشمعات، اربع شمعات تحت منه، تحت منه البخاخات، كيف كيف اربع بخاخات. هذه قطعه خاصه بدخول البنزين البخاخات وخروج منها، في التقاء هنا عند البخاخ وفي التقاء في الخزان. هذه في حال في يكون ضغط قوي، ضغط كبير شفت هنا دخول وخروج، في حال يكون ضغط قوي على البخاخات هي ترجع تفشل الضغط هذاك وترجع البنزين للخزان. هذه قطعه هذه عندنا هذا بلف التبخير، عندنا هذه حساس الهواء نتاع الفراشه، عندنا هذه الفراشه، عندنا هذه حساس الهواء نتاع الديبيمتر اللي هو حساس الهواء نتاع الديبيمتر، هذا فلتر نتاع الهواء. انا من هنا نشوف المولد نتاع الكهرباء، انا هذا مقياس الزيت، خراطيم الماء، الخيوط نتاع الشمعات 1 3 4 2 يمشي 1 3 4 2. انا هذا موزع الكهرباء اللي هو الديكو او الاسبيريتير او حاله مكاك يعني موزع الهواء. انا هذا حساس نتاع الستارتر، هذا نتاع الستارتر اوتوماتيك، هذا نتاع الستارتر اوتوماتيك مصب الزيت.